في الماضي طلعوا دعاية ان الشيخ ناصر الألباني ومحمد شقرة يناظر بعض الصوفية الغماري هذا الغماري الغماري وبعضهم أربع خمس من صبار الصوفية فجمع الناس. شوف الخطة اللي هم مسوينها ان في مناظرة فجمع الناس عدد كبير جدا من الناس فعملوا محاضرة فيهم صار يخرب يقولوا لا يعني من ضمن الأسئلة ويقول واحد منهم هل إذا كان في واحد وهابي هل نسمح له يدرس عندنا في المسجد؟ قال لا لا تسمح له. هذا الغمار الغماري جمع عدد كبير من الناس في مناظرة بين نصر الدين الألباني في أي مسجد؟ في زاوية لهم في جبل الزهور. نعم أنا الحقيقة اتصل بأحدهم طبعا شخص هاتفيا قال لي صحيح انه انت جاء الماء الذي بات في كنة الحمد لله ماء بارد الحمد لله هذا بات في كنة هذا خلص ولا انت كله ما شاء الله عطونا عطونا ماء بارد. سألني هذا الانسان صحيح انه في عندك مناظرة مع الغماري؟ قلت له لا طبعا فكرت الهاتف ظننت أن هناك يعني أمر بيت بليل كما يقال. هذا الغماري والشيء بالشيء يذكر كان قدر لي أن سافرت إلى المغرب وعلى الضبط سافرت إلى طنجة منها لنا هناك إخوان سلفيون الحمد لله كثر قالوا إيش رأيك نجمعك مع الشيخ الغماري هذا الذي اسمه عبد الله؟ قلنا له لا مانع. فحضر الشيخ وحضروا بعض الناس فطلبوا من الشيخ الدخول في مناقشة في مسألة أظن أنها في التوسل لأنه هو والعائلة كلها الغماريون لا ليس فقط يتوسلون ألقوا رسائل في هذا الموضوع يردون بها على أنصار السنة فلم يقبل بالدخول في المباحثة والمناظرة قال نحن جئنا للسلام على الشيخ وما جئنا للمناظرة فتهرب من النقاش. لكن الحقيقة أن هؤلاء يعني يذكرون بمثل شامي كل ديك في مزبلته صياح. هذا المثل هذا مثل معروف عندكم فيه هو معناه واضح. غيره ايش عندكم؟ غير عندك قلت